هل يجوز الصيد في داخل الميقات وخارج الحرم لغير المحرم؟ وإذا بعث بسيارته بعض الطيور والحيوانات من غير إرادة من في داخل الحرم، فهل يلزمه شيء وهل يأثم على ذلك؟ جزاكم الله خيرا. أما المحرم فلا يجوز له قتل الصيد داخل الحرم ولا خارج الحرم من حين يحرم إلى أن يحل. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فالمحرم يحرم عليه قتل الصيد البري المأكول، قتل الصيد البري المأكول، لا في داخل الحرم ولا خارج الحرم. أما غير المحرم فيجوز له الاصطياد خارج الحرم، أما داخل الحرم فلا يجوز، لا يجوز قتل صيد الحرم لا للمحرم ولا لغير المحرم، لأن الرحل الحرم لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد. الحرم لا يجوز قتل الصيد البري المأكول فيه لا للمحرمين ولا لغير المحرمين لحرمة الحرم. ويستوي في ذلك إذا رماه أو أصابه بحجر أو دعسه بالسيارة، سواء كان متعمدا أو غير متعمد، يكون عليه الجزاء والفدية. قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، إلى آخر الآية. ولأن هذا إتلاف، والإتلافات يستوي في ضمانها العمد والسهو عند جمهور أهل العلم. فتبين لنا الفرق بين المحرم والحلال. المحرم لا يصطاد لا في خارج الحرم ولا في داخله. أما الحلال فإنه يجوز له الاصطياد خارج الحرم ولا يجوز له داخل الحرم. والمراد بالصيد هنا الصيد المأكول البري من الطيور أو الظباء أو الأرانب أو غير ذلك مما يسمى صيدا ويباح أكله. جزاكم الله خيرا. يسأل عن من دعس بسيارته بعض الطيور دون أن يكون متعمد. نعم، يجب عليه الفدية على ما عليه الأكثر من أهل العلم، تجب عليه الفدية، لأن هذا إتلاف، والإتلاف يستوي فيه العامد والقاصد. إذا كانت هذه الطيور من الصيد، إذا كانت هذه الطيور من الصيد مما يباح أكله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.